الجيش التركي كان على طول خط من البداية سابح وجبل المال أكثر من 200,000 جندي تركي. نعم. على طول الخط. أي نعم. هذا كله خوفا من العرب. وبعدين لما شافوا حالهم إنه وقفوا مش قادرين يمولوا الجيش صار ينسحبوا أول في أول. الجيش. إنه دائم صالح يتراجع يتراجع يلا 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 هيك حتى إنهم وصلوا الجيش بذرعة. نعم. بذرعة كيف بده يعمل هذا اللي بده يحفظ خط الرجعة للأدراج. جمعت القوة كلها في ذرعة. نعم. حتى إنه جماعة يعملوا إرهاب على القرى ما حد يتألق فيهم. نعم. وضعوا مذكرات على القرى إن لما بيجي يثبت وجوده بنهار معين عينوه هيك نهار خميس البشر قال ايه يثبت وجوده ايوه هون بذرعة وقال لك طيارات وتضرب تضرب بلدي هذا حتى انه يحصل خط الرجاء حتى خط الرجاء ايوه لكن احنا كان اجانا خبر من الامير فيصل الامير كان الامير فيصل انه هنا الناصر سقطت الجيش مشى على طريق سمر نعم جيش بن جنين والفرنسيين يقولوا على طريق الجوني الساحل لكن احنا مشينا مشينا طلعنا البلد والجماعه ومشينا على بصره قبل ما وصلنا بصره باشا بيتوني على بصره من جنين القرى اللي مشيتوني احكي لك معناها احكي لك لما طلعنا البارح هنا واللي جاي حياة عم نزيد وجاد الله وحسين جميل بعدين قال وين؟ قلنا له والله بدنا على بصرة قال كيف هالجيش ما بيتابع جيش قوي عظيم قلنا له هذا البرقية جبتنا برقية نحن جبتنا برقية رسمية قال لا تروح الجيش ما بيتاخر هذا اللي بدنا شينا نحن ما طلعنا على الكاي حسنا اعتمدنا على هالبرفية نزلنا على بسرعة اعتلينا بسرعة واعتلينا القلعة اي نعم وهذيك الليلة بيتنا في بسرعة بيتنا في بسرعة حتى وزعنا العنبر كل القمح الموجود اللي كان جميل للإطراق وزعناه في موجب قائم مع محمد المصطفى على أهالي بسرعة كلهم نعم اي نعم بالتسجيل لأنه خافوا كمان من البصرة مع المنوز القوة من المطلوبة على مواجهة الخيمة وزعنا كل العمل ثاني يوم مشينا ثاني يوم مشينا بدنا على الشام يلا هيك ليش مسكين ليش مسكين هناك التقينا نحن الشريف ناصر وعود ابو تاوي والنور ابن شعلان اي نعم هناك مش اسمه مش مسكين مسكين بيتنا هناك مش مسكين الصبح مشينا هذه كلها اليوم بدنا على الشام بدنا نحتل الشام اي نعم يوم اقبلنا على الدير علي على الدير علي هناك وقع روبر الكاري قائد الجيش يوجد أهل غريب أخذوها الغريب إلى قسير لقى هناك أنا لما قبلنا على الدير علي التراك بعد تليهم بالمانع علقوا بالمدافع ضرب على هالقوات العرب كلها هزت النور بن شعلان وعربي عود أبو زاوس والشريف ناصر شريف ناصر صارت معركة هناك في الدير علي يغبر هناك ظلت حتى أنه غابت الشمس المعركة قائمة بين وبين الأتراك راح قتلوا كثير راح 21 مدفع اللي خلوه هناك الأتراك قال معركة يعني متنا هناك في الدير علي ثاني يوم توجهنا على الشام يوم وصلنا عند جسر الأغبر هذا قالوا ملغوم ملغوم الزهر ملغوم ملغوم مطلق وبشت أستيل كله وبشت يبدي ملغوم أنا والله ما شفنا الا هناك الخيال
من غاب إجاك سحب على الجسر غرب شمال ويقبل المغلق يظل جنوب اللي بعده فجر أبو نسي أبو نسي أبو نسي هذا من ثاني يا باشا ها؟ من ثاني هذا من ثاني وإنه ما في أدغام ولا شيء مشي تلقينا رفعنا الجسر ومشينا على الشارع الفارق تبعنا كان حامل كنا نصالح قبلك على السرايا لا تخاف على السرايا خذ الفارق صالح في السرايا فارق العالم العالم العربي أيوة يعني نعتبر نحن يعني عطوف أول من غزب العالم العربي على الشام على الشام على الشام نعم نعم هناك عاد الجيوش دخلت الشام صار في موضع هناك رجل ثاني يوم عمل اجتماع عملوا اجتماع في السرايا واستلم الإدارة رضا الركابي سعيد الجزائري البعث ورانا حتى مدينتين جينا حضرنا كلنا نحن أهل حوت وأهل بكة أهل من الرومان برابرة أهل دليل من الناس ملوك كيف رأيك أهل كان بكة وحوت ودليل من الرومان وغيره دائما مع بعض الناس ما يفعل في بعضهم أبدا شيء وأهل الغريب لا غريب يأخذون له يشيل له أيوة عشاء إذا سمحت إذا تتذكر يعني مين اللي كانوا من أهل الفرية؟ من الفرية؟ إيه ليش السؤال يعني؟ إلا رأيي إلا فاتح إذا نشأ كل العالم كان كل أهل الفرية مش أنا واحد يقول أهل الفرية ما له كل فرحان يا شباب حسين وعزال كل اللي ما كان أهل المرمان المرمان برابرة كله كان حمد البرابرة وقال كل البرابرة كانوا موجودين بقية المصابر لما منخول الجديدين ومن رمان وبكة والغارية كل غيالة كان عابرين كل الغيالة موجودين ما بك كان عدم متأخر أمرا مشينا كل مدافع واحد كل الليلة بس ما مشينا على أنا بس حذر نحن لما نشوفها مشان الأمم اقتل الأمم فضل العرب الدنيا جينا لا هناك على السرايا قعدنا حوالي اطفال اجى عود ابو سعيد اجى المسؤولين صار حكينا رضا الركابي وسعيد الجزائري الامير سعيد انه هون صار فوضى بالبلد نحن بدنا نعمل فوضى واللي بدنا طردنا العدو بدنا نحفظ العاوز على الامم فبدنا نخرب البلد ما بدنا اي نعم كله لا انا قلت له لا يمكن هذا تعرف الفوضات مثل هيك الثورات تصير من المدن هذه انا تعرف العرب لا عنده نظام ولا عنده شيء ما بيعرف المسائل هذه شو يقول داود المغاد بقول لا والله الرجال من البرود هيك بالكميه تذكرها هذه ايوه انا معي صوت معي صوت شركه نجدون جبل وخمال مسائل قالوا من مننا قلت له بروت رجلي الله كيف تاني بيان سوت واني اربع دعوه هو موجه اي نعم اسمان عيونه بين عيونه من الدم من بسجة بقى شو مسائل مثلا في الحويطات والحاطب رحاطب بدنا حاجة لنا بدنا نبدل انت كنية هالمدينة الكل اي نعم الوضع لما قتل اسماعيل عبد الله وابنه ايوه اسماعيل عبد الله ومحمد انا وحذاك الناس نعم راح تمالي وحذاك الناس حمدني عليه والله قامت المسرية ملاهي حجز دون عادي ويسكوا الشباب ويسكوا العود ويهزموه طلعوه طلعوه من السرايا قللوه نعم خافوا عليه الشباب ثاني يوم في واجه عاقل عاقل السري مكان اذنه نعم قالوا تشوف يا عاقل تشوف عمك ايش عمل فيه تشوف قال له يا رجل تحمد الله اللي ما ذبحوك بالك هوني بالك في الشام قال يا اذن بروحك يا رجل فل طلع من الشام حول من الجبهجين ببطل اي نعم ثاني يوم عاد صار في امن يعني ركضت الحالي شوي سلموا الامن هذول جماعه الرضا باشر وشابه
وانتهت المسألة على الأساس. أيوة.